السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيكو ومطبخكم. النهاردة هنعمل حلقة جديدة، بس قبل ما نبتدي الحلقة بتاعتنا لازم ندعي للشيف غادة مصطفى بالشفاء العاجل، بتجري عملية وربنا يشفيها، ونتمنى من حضراتكم الدعاء. تعالوا نشوف هنعمل إيه النهاردة. النهاردة يومنا جديد ومختلف، هنعمل بط بالبرتقال. نقول المقادير مع بعض. بط وزن حوالي من 2 كيلو لكيلو ونص، نص كيلو برتقال متقشر، بصلتين، 2 فص ثوم، كرفس، كرات، 2 معلقة مستردة، 2 معلقة عسل أبيض، ملح وفلفل أسود، كزبرة ناشفة، كمون وورق لورا، معلقة جنزبيل فريش، وشوية صلصة بيوريه. تعالوا نشوف هنعمل طريقتنا إزاي. نلبس جوينتي، البط من الحاجات الدسمة قوي واللي بتحتاج طريقة في التسوية وكمان طريقة في نظافة البط نفسها. وكمان عايز اقول لحضراتكم على حاجة، ان احنا البطة دي منقوعة من بالليل بملح وفلفل وعصير ليمون زي ما حضراتكم شايفين. حتى الاجزاء بتاعت اللحم نفسه بيتحول للون افتح شوية، البط نفسه لونه احمر. تمام، تعالوا نشوف هنعمل البطة بتاعتنا ازاي والتتبيلة بتاعتها ايه. التتبيله بتاعتها بكل بساطه، نشيل دول وناخد بناخد المستردة بتاعتنا، وشويه الجنزبيل. تعالوا بقى نعمل كده، ندلع البط زي ما بيقولوا. الجنزبيل كمان من الحاجات اللي هي فيها فوائد كتير جدا، وفي نفس الوقت بتشيل كل الزفار اللي موجوده في قلب البط. وكمان بما ان البط دسم قوي فالجنزبيل بيساعد في التخسيس، فيعني عاملين لنا الموضوع فيه توازن شويه. شويه ملح، فلفل، شويه كمون، العسل بقى هنحطه في انهي وقت؟ اول ما احس ان خلاص البطايه بتاعتي بدات تاخد المارينيه والشكل اللي انا عايزه، بحط شويه معلقه صلصه بوريه عشان ما اوسخش البوله. تمام، وده العسل بتاعي. بدهن كده الصلصه البوريه الاول، وبحط العسل، وما تقلقوش العسل مش هيبقى مسكر او البط يعني. بصوا الصلصه البوريه مع العسل نفسه بدا يعمل لي طبقه اهي، وكمان بتدي له لون كويس قوي. في ايه هنحشي بيه البط نفسه؟ في انواع كتير من البط يعني. في احنا عندنا في دمياط بيعملوا حاجه اسمها نفس الطريقه دي بس من غير العسل، بيعملوا بط اسمه بط مرتا. تعالوا بقى نحط ورق اللورا بتاعنا بالشكل ده، ونحشي، نبتدي نحشي البطه بتاعتنا. نشيل بس الحاجة دي، ده مش محتاجينه.
كمان ان عايز اقول لكم كمان حاجه مهمه قوي، ان البط من الحاجات اللي فيها نسبه بروتين، طبعا بروتين عالي جدا بيساعد على عضله القلب، وفي كمان نسبه الجيلاتين اللي فيه كتير قوي، كمان غني بمواد الاكسده اللي بتحافظ على نضاره البشره. ده كده بقى البرتقان بتاعنا بناخده بنقشره طبعا، ممكن يكون برتقان بلدي وممكن يكون برتقان بسرعة عادي، البرتقان المتاح، بس انا بفضل البرتقان البلدي. بنحشي البرتقان بتاعنا بالشكل ده وبنكمل، نحط عصير، نحط دول كمان، هنجيب صينية دي كويسة، عايزين صينية صغيرة الأرضية علشان ما تتحرقش البطة من تحتي. فممكن أعمل إيه؟ لو أنا عندي شوية جزر قدام، شوية فلفل، شوية كزبرة، حاجات دي، شوية البصل اللي بيطلع الناتج عندي من البصل، فبحطه بالشكل ده وممكن أكله كمان بالشكل ده. ممكن كمان قرن الفلفل لو أنا حاسس إن هو قديم أو شكله مش عاجبني، ده كده اسمه اللي إحنا بنعمله ده. حط كمان معاه البرتقان، اللي احنا بنعمله ده اسمه ميريبوا. ميريبوا الحاجات اللي هي ملهاش اي قيمه، بتديني نكهه وبتديني ريحه. الميريبوا في نوعين، في حاجتين، في حاجه ودايما الناس كتير قوي بتتلخبط في الموضوع ده، في حاجه اسمها ميريبوا وفي حاجه اسمها بوكيه جارنيه. البوكيه جارنيه هو الاعشاب العطريه اللي هي روزماري، زعتر، كل الاعشاب العطريه. اما الميريبوا هو كل التقطيعات اللي هي اي تقطيعات باقيه مني بحطها، ممكن اعمل بيها صوص الديميجلاس، ممكن احطها ارضيات للفراخ، ممكن احط كرفس كرات، في عندي كرفس كمان بيدي طعم حلو قوي، ده كرفس. وعايز اقول لكم على حاجه كمان، يعني في ناس كمان كتير قوي، ناخد دول نقطعهم كده بالشكل ده، في ناس كتير قوي ما بتعرفش تفرق ما بين الكرات والبصل الاخضر. بكل بساطه انا عايز اوري حضراتكم حاجه، ده كده الكرات. طب ايه الفرق ما بين الكرات والكزبره الخضراء او سوري والبصل الاخضر؟ الكرات الورق بتاعه الاخضر ده بيبقى مفتوح، ما بيبقاش مقفول ومصمت بالشكل ده، اما الكرات بيبقى الورق ده زي ما حضراتكم شايفينه مقفول كده. طيب وهنا نقطع هنا كده، هنا البصل الاخضر ده كرات، البصل الاخضر بيبقى فيه الياف، اما ده بيبقى تقيل ما اقدرش اقطعه كده. طب ده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه؟ استخدامات الكرات واستخدامات الكرفس. البصل الاخضر ممكن نستخدمه في السلطات، ممكن نستخدمه اكله فريش. الكرات لازم يتطبخ لان هو اصلا قاسي، فلازم يتطبخ زي ما حضراتكم شايفين، لو احنا عملنا كده قاسي فلازم يتطبخ. تعالوا نحط البطه بتاعتنا بالشكل ده، انا عايزها كده. بحط شوية شوربة أو مية، في قلب الأرضية مش كتير، لأن أنا مش عايزها تتسلق، أنا عايزها تستوي في قلب المارينيه ده، تقعد فترة طويلة جدا وفي نفس الوقت تاخد حرارة قليلة ووقت طويل، يعني هتاخد لها حوالي بتاع ساعة إلا ربع. نجيب السيلفر بتاعنا، نشوف فين السيلفر اهو، بالشكل ده كده. بغطيها علشان ما تتحرقش، بقفلها كويس. اول نص ساعة بخلي البطة بتاعتي تقعد بالكفر ده، وبعد كده اخر 10 دقايق او 5 دقايق بشغل الفرن فوق وتحت، وبشيل من عليها السيلفر زي ما حضراتكم هتشوفوا وهتتابعوا معايا. تعالوا نودي ده في الفرن بتاعتنا.
تعالوا بقى نشيل الحاجات دي مع بعض. تعالوا بقى، بما ان في بط النهارده فاحنا هنعمل حاجه حلوه قوي، هنعمل شعريه بالطماطم. الشعريه هنقدمها بطريقه مختلفه، سبايسي شويه لكن طعمها حلو ومقبول. نقول المكونات بتاعتنا: الشعريه نص كيلو شعريه، نص ربع كيلو طماطم متقطعه صغير، معلقه صلصه بوريه، فلفل حار، 2 فص ثوم، كزبره خضراء وكزبره ناشفه، كمون وملح وفلفل اسود، ومع معلقه زيت زيتون او زيت ذره زي ما حضراتكم عايزين. نجيب جوانتي. مهم قوي في ان انا اعرف ازاي اعرف اكل الشعريه دي، مهم قوي ان انا احمرها ازاي. اولا ما اخليهاش محروقه، ثانيا ما اخليهاش تبقى نيه. نجيب حله، نحط الحله بتاعتنا هنا، نشيل دول مش محتاجينهم، زي ما احنا استخدمنا البروتين اللي موجود في البط هنستخدم كمان الكربوهيدرات اللي موجوده في قلب الشعريه، ومعاها شويه الخضار هيبقى وجبه غذائيه متكامله. الخضار فيه الفيتامينز وفي الشعريه فيها الكربوهيدرات او النشويات. نحط شويه زيت في الحله بتاعتنا، مش كتير، عايزين كمان نفرم الثوم ده، مهم قوي علشان محتاجين ثوم على بال ما الشعريه تستوي. نجيب السكينه، السكينه بتاعتنا بنفرم كده، نجيب منديل. كويس قوي ان الحاجات دي بتحصل في الحلقه، بتعرف حضراتكم ان احنا نقدر نعدي الموقف ده ازاي. يعني لو البلانشه بتتحرك تحت ايدي فبحط لها منديل وشويه ميه صغيرين فبتمشي. نعمل كده، بصوا كده، نبتدي نفرم الثوم بتاعنا بالشكل ده. باخده الاول كده سلايز وكده اهو. طيب لو انا عايزه افرمه ناعم، افرم الثوم بتاعي ناعم قوي، ببتدي اعمله زي بقى، مش افرمه تاني، اقوم عامل كده اهو، كاني بهرسه، بهرس الثوم اهو بالشكل ده. الثوم لما بيثرس بيطلع كمان الريحه العطريه اللي موجوده في قلب الثوم والزيوت اللي موجوده. بهرسه بالشكل ده، ريحته حلوه وبتخليني كمان ريقي يجري، وحلوه قوي قوي يعني بالشكل ده. ده كده اتفرم. طيب تعال نحط الشعريه بتاعتنا. مهم قوي ان احنا نبقى متابعين درجة الزيت وحرارته. ليه بقى؟ لأن أنا لو الزيت عندي سخن قوي فأول ما أحط ده فأول شوية شعرية هيوصلوا للزيت هيتحرقوا. هنعمل كمان مع الشعريه دي هنعمل معاها كزبره خضراء. هنحط معاها كزبره خضراء. تعالوا نشيل الثوم ده ونحط الكزبره الخضراء بتاعتنا. وبما ان انا هحط الثوم وهحط كزبره خضراء فما فيش مشكله ان انا اعمل واقطع الكزبره بتاعتي على نفس البلانشه اللي انا قطعت فيها الكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء احنا قلنا قبل كده ان الفرق ما بينها وما بين البقدونس
قلناه قبل كده عشان كان في ناس كانت عايزه تعرف ان الكزبره الخضراء الورق بتاعها بيبقى زي ما حضراتكم شايفين مشرشر بالشكل ده، والبقدونس الورق بتاعه مصمت بجانب الريحه بتاعتها. بنفرم الكزبره، انا بحب قوي الجذور بتاعت الكزبره بتدي ريحه وطعم. الكزبره الجذور بتاعتها بتدي ريحه وطعم حلو قوي يعني. بصوا الورق انا بستخدمه، لكن الجذور عليها عامل مهم قوي وبتدي طعم حلو قوي قوي فوق ما تتخيلوا يعني. ومهم قوي ان انا وانا بنقي الخضار بتاعي يكون خضار فريش اغسله. غسيل الخضار يا جماعه مهم قوي ان احنا نحطه في ميه وخل، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها، خصوصا كمان الحاجات اللي فيها ورقيات. الحاجات اللي فيها ورقيات بتبقى فيها مشاكل كتير عشان الدود، الا الحاجات اللي موجوده في قلب الطفيلات. فبنقضي عليها بايه؟ بنقضي عليها، بنغسلها كويس جدا بالميه، وبعد كده بعد ما بنغسلها بنحطها في ميه وخل من قعر. انا كده فرمت الكزبره الخضراء بتاعتي على الجلف. الشعريه بتاعتي بدات تتحمر كويس. لا لسه، بس انا عايز الشعريه دي توصل للون البني. مهم قوي ان احنا ننوع في الاكل بتاعنا، بمعنى ان احنا مش كل حاجه يبقى رز، مش كل حاجه يبقى فيها بطاطس. ممكن انا لو انا عايز ادور على نوع من انواع الكربوهيدرات او النشويات، بدور على حاجه مماثله للحاجه اللي انا باكلها. زي ايه مثلا؟ الشعريه زي ما حضراتكم شايفين. ممكن نعمل العدس الاصفر في نوع من انواع الكربوهيدرات. كل البقوليات يعني، مش شرط ان انا اكل عشان اكل بط او اكل نوع من انواع الخضار لازم اكل معاه رز او بطاطس. ممكن نعمل كمان في الدقيق الاصفر اسمه اللي هو السامولينا، بنعمل بيه حاجه اسمها بولينتا. البولينتا دي بتتعمل بتبقى زي العصيده كده، وبتبقى نوع من انواع النشويات حلو قوي مصاحب لكل انواع الاكل. كمان عايزين نفرم الكرات بتاعنا شويه وشويه. كرفس اخضر، الكرفس بقى، الكرفس من حلاوته وجماله نجيب الكرفس هنا ونشيل دول في قلب حاجه. عندي بوره هنا فاضيه احط فيها الكزبره بتاعتي. الحاجات دي اللي احنا هنحطها مع الشعريه. الكرفس من الحاجات العطريه الجميله اللي بتدي نكهه وطعم وبتدي ابعاد للاكل مستحيل ان احنا نعرف نوصل له، نوصل لطعم الاكل نفسه من غير عيدان الكرفس دي. ورق الكرفس انا مش بحتاجه، لكن ممكن احتاج ورق الكرفس ده في الشرب بيبقى طعمه حلو افضل. تعالوا نحطه في الزهريه بتاعتنا دي. الكرفس هقطعه ناعم قوي. طيب مهم قوي ان انا جذور الكرفس وهي طالعه من فوق من الارض، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى هوري حضراتكم حالا. جذور الكرفس وهي طالعه من الارض بيبقى من جواها طين، فمهم قوي ان احنا نفتح الكرفس كده زي ما حضراتكم شايفين علشان لو في طين او في تراب طلع جوه، وبنتاكد ان مفيش طين او تراب. بعد كده بعمل الثانيه بالشكل ده. الشعريه بدات تلون، تاخد اللون اللي احنا عايزينه. اهي اهم حاجه ننزل الحروف بتاعتنا دي. ننزل حروفنا دي علشان ما يبقاش فيها حاجه نيه وفي حاجه مستويه زي ما هي
أستاذ طلعت مخرجنا العظيم بيقول تحية كبيرة للأستاذ طلعت. تعالوا نفرم بقية الكرافس بتاعنا، نفرم كده. واحنا هنحط التوم، مش هنحط التوم غير بعد ما نحط الحاجات الأساسية بتاعت الشعرية، زي الكرافس اللي هو مش هيتحرق، زي آخر حاجة كمان هنحط فيها الكزبرة الخضراء، هنحط كمان شوية الكرات. وممكن كمان نحط كمان هنا معاه جزر. فخلي دايما، انا مؤمن قوي بفكره ان انا ممكن، مش شرط ان انا الاكل اللي انا بحبه او اللي انا مطروح للناس بطريقه معينه، ممكن انا اضيف عليه علشان تبقى انا ليا بصمه فينجر برينت بتاعتي، ممكن اضيف عليه كمان نوع من انواع التوابل لو انا بحب نوع من انواع التوابل معينة. ممكن احط كمان نوع من انواع الاعشاب العطرية، ممكن احط عليه روزماري، ممكن احط عليه زعتر فريش، حاجات كتير ممكن، لكن مش شرط. انا يعني عايز اوصل لحضراتكم ان الاكل طول ما احنا بنطبخ من قلبنا الاكل هيطلع حلو قوي، حلو قوي بجد. زي امهاتنا لما كانت بتطبخ كان اكلها دايما بيطلع حلو، حتى لو هو مكوناته بسيطة وعلى قد الايد، لكن كانت الاكل فعلا بيطلع حلو قوي لان هي كانت دايما بتطبخ من قلبها. تحية لكل الامهات اللي موجودة. الشعرية بتاعتي لونت بنفس اللون اللي حضراتكم شايفينه، مش محتاج اكتر من كده. هحط شوية كرفس اخضر جميل، ماشي، وشوية ايه تاني، حط كمان شوية بصل. كل الحاجات دي والكزبرة الناشفة. نقلبهم بقى تقلبتين كده حلوين. ليه انا حطيت الخضار بتاعي في التوقيت ده؟ على بال ما الخضار بتاعي يستوي هيكون كمان الشعرية لونت اكتر من كده. الله، مش عايز اقول لكم بقى ريحتها عاملة ازاي. حطيت لها الكزبرة الخضراء. الفلفل الحامي مهم قوي لو حضراتكم، انا بحب الفلفل الحامي اللي هو الناشف اللي حضراتكم شايفينه ده، بكسره كده بيدي طعم، وبيدي طعم او ريحه التدخين اللي هو السموكينج لما بيتنشف فيه. بصوا ريحته وانا بكسره بيخليني هيغمى عليا. بصوا كده كفايه قوي، احسن كده بقى هيبقى كتير. حضراتكم شفتوا لون الشعريه وصل لايه؟ هو ده اللي احنا عايزينه. هحط التوم بقى في التوقيت ده بالظبط، التوقيت ده بالظبط هحط فيه التوم، توم كتير اهو هيديها طعم. هقلب تقلبتين. اول ما الريحه تطلع احط الطماطم بتاعتي. طب ليه بقى؟ الطماطم لما احطها دلوقتي، اسمعوا، تعالوا اسمعوا معايا. احط الميه بتاعتي او الشوربه بتاعتي اللي موجوده، كمان احط شويه فلفل اسود. مش عارف انا حطيت ملح ولا لا، بس هنحط شويه ملح صغيرين. احط الشوربه بتاعتي، الشوربه بتاعتي ممكن تبقى شوربه خضار، شوربه لو انا سالق بط مفيش مشكله. بحط شوربه، تعالوا نشوف الغطا بتاعها، نغطيها ونوطي. الشعرية غير الرز، الشعرية ممكن تحتاج مية أقل لأن هي أصلا شعرية وبتاخد وقت أقل في التسوية وبتاخد كمان وقت مية أقل. فخلينا نقلل درجة حرارتها تستوي براحتها.
وننقلها في الحتة دي عشان درجة حرارتها أقل شوية. نشيل دول كمان. وعلى بال ما الشعرية بتاعتنا تبتدي تسوي هنطلع فاصل صغير واستنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل. بعد الفاصل هنعمل حاجه حلوه قوي، هنعمل الكبده بدبس الرمان. انا بعتبر ان النهارده اليوم يوم عزومات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عاملين اكل ينفع للعزومات. خلينا دايما نقول ان الاكل بتاع اللي احنا بنقدمه ممكن يكون اكل للعزومه، ممكن يكون اكل لشخص واحد او لفرد او لعيله، لكن اللي احنا بنقدمه النهارده اكل للعزومات. هنعمل الدبس الرمان مع الكبده بتاعه الدجاج. كيلو كبده، معلقتين ثوم مفروم، كزبره خضراء، بصل، فنجان زيت، معلقه زبده، نص كوبايه دبس رمان، معلقه هريسه شطه، ملح وفلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، فنجان عصير ليمون. تعالوا نشوف. حط الطاسه بتاعتنا تسخن، حط شويه الزيت. في تريكات كده حلوه قوي ممكن نعملها، اللي هي ايه؟ امتى احط ايه قبل ايه؟ وامتى احط ده مع ده ليه؟ طيب نشوف الزيت نفسه بوزعه في الطاسه زي ما حضراتكم شايفين، وببتدي اخد الكبده بتاعتي. الكبده بتاعتي انا كل انواع الكبده محدش يغسلها. ليه؟ كل ما هتغسل الكبده كل ما هيطلع منها زفاره ومش هتحس بطعمها. طيب في الحاله دي اعمل ايه؟ اعمل حاجه واحده بس، ان انا شويه ملح، شويه عصير ليمون، واقلبها تقلبتين، وممكن شويه لبن صغيرين، وبعد كده اشيلها واحطها في حاجه واصفيها. غير كده كل الكبده اللي بتتحط وتحط عليها ميه علشان نقول ان هي ما تبقاش زفره بتبقى فعلا زفره، فبلاش نحط ميه او نغسل الكبده بتاعتنا. في حاجات تتغسل وحاجات ما ينفعش تتغسل. طيب هنحط الكبده بتاعتنا على زيت زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. الكبد من الحاجات اللي هي ما بتحبش تتقلب كتير. ليه؟ لو انا قلبت الكبده كتير اللي هيحصل معايا ان هي هتتقطع، لان الانسجه بتاعتها طريه جدا، وفي نفس الوقت مش هقدر اكلها وهي شكلها حلو وكويس. طيب تعالى نحط عليها شويه ملح بالشكل ده. ومعانا استاذ احمد من القاهره. الو استاذ احمد. الو الو يا شيف جلال، ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك حبيبي، عامل ايه؟ وحشنا يا استاذ احمد، بقالنا كتير ما بنسمعش صوتك. انا صديق البرنامج على فكره. ما انا عارف، عارف حافظ صوتك. صديق البرنامج. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ربنا يخليك. ايه رايك في الاكل؟ وقول لي لو انت عايز الله حاجه. البطه فتحت نفسنا، احنا على فكره لسه ما اتغديناش. طيب عزمك على البطه. يعني حرام عليك كده يعني الصراحه. البطه جميله جدا. الف هنا. مش عايز اي سؤال اجاوبك عليه؟ ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويعليك اكتر واكتر. ربنا يخليك. ما تهلكش حاجه جميله. ايه يا عم ده الكبد والقوانص والحاجات الحلوه دي؟ زي ما حضرتك شايف احنا حطينا الكبده بتاخد الوش، لونت اهي من تحت. ما بنقلبش الكبده كتير علشان لو قلبنا الكبده كتير بتتهري، وبنبتدي نحط معاها الهريسه. الهريسه موجوده، او ممكن نعمل شطه مطحونه عاديه خالص مع شويه زيت. هريسه كتير. استاذ احمد قول لي، عايز نعمل لك اكله معينه اعملها لك الاسبوع اللي جاي. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. انا ممكن اديك المدام تكلمك، هي ممكن تحت امرك، عندها فكره ولا حاجه؟ تحت امرك. الو. ايوه معاك يا استاذ. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تسلم ايدك في الاكل اللي بتعمله. ربنا يخليكي. مش عايزه حاجه معينه اعملها لك؟ انا كنت أكلة معينة قبل كده على طريقه البسله الناشفه ديت، فانا مش عارفه اعمل فيها ايه. البسله الناشفه؟ البسله الناشفه انقعيها في ميه من بالليل للصبح، وغيري عليها الميه مرتين،
وبعد ما تنقعيها اتعاملي معاها نفس معاملة البسلة الخضراء اللي هي الفريش. بس حطي وهي منقوعه في الميه تاني مره تنقعي فيها البسله الناشفه، حطي معاها شويه عصير ليمون علشان ما تسودش وتاكسد، تحس ان هي لونها مصفر. شكرا. ربنا يخليك يا رب. تحت امرك. في الوقت ده احنا بنبتدي نحط مكعبات الزبده بتاعتنا. دبس الرمان بنحطه اخر حاجه، اخر حاجه خالص مع قبليها بشويه صغيرين قوي التوم، لاننا الكبده بتاخد معايا وقت كتير، وفي نفس الوقت التوم مش عايزه يتحرق، احس بطعم التوم والبصل كمان. نسيب دي نقلبها كده تقلبتين صغيرين عشان نحط نخلي الزبده تنزل تحت توصل لدرجه الحراره. نسيبها ونبص على الشعريه بتاعتنا الجميله. الله، ايه رايكم؟ اهي بصوا الشعريه متفرشيله ازاي. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ان احنا من الساعه واحدة حطينا البطه بتاعتنا، الساعه واحدة الا ربع تعالوا نبص عليها نشوفها وصلت لايه. تعالوا. الله، من واحدة لاتنين الا ربع، ساعة الا ربع بالظبط زي ما قلت لحضراتكم. اهي اهي بصوا لونها. هنحطها في حاجة مع بعض، نغلفها كمان، نشيل من هنا البصل بقى والبرتقال والحاجات الجميلة دي، تعالوا نشيلها. الله، بصوا عاملين عاملة ازاي. والفلفل، انا كمان ممكن اكل الفلفل والحاجات والصوص اللي تحت ده، ما عنديش اي مشكلة. تعالوا نغرفها مع بعض. نحطها هنا. عايز اوري حضراتكم حاجه بقى مهمه قوي اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاول، ان احنا لما حطينا الخضار بتاعنا، الخضار اللي بنعتبره مش محتاجينه قوي، حطينا فوقيه البطايه او اي نوع من انواع اللحوم، فايه اللي حصل؟ الميه اللي تحت نشفت زي ما حضراتكم شايفين وابتدت تتحرق، لكن البصل نفسه والخضار والجزر اللي موجود بدا يحافظ لي على البط او نوع اللحوم اللي انا بحطه. فمهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي. تعالوا نحط الشعريه بتاعتنا، نغرفها. ومعانا صديقه البرنامج اللي انا متعود دايما اسمع صوتها، مدام ناديه. الو. صباح الفل على احلى بلجوم. صباح الفل، عامله ايه؟ النهارده الاكل ايه؟ النهارده بس ولا لا؟ النهارده بس؟ لا، ما اقدرش اقول كده. طيب. بس دسم، قصدي انا قصدي ان هو دسم بقى حاجه جميله. بنحاول ننوع كل مره علشان ما حضراتكم ما تملوش مننا، وفي نفس الوقت نعمل حاجه جديده. والحلقه كلها معلومات جميله منك والله، ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. يعني اكل ومعلومات وثقافه وكل حاجه، ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. ان شاء الله الكبده دي انا هعملها، لان اولادي بيحبوا كبده الفراخ دي جميله. الكبده تابعينا احنا، لسه هنحط عليها دبس الرمان والثوم بتاعها. تعالوا بقى بصي، انا بصراحه احنا خوفنا بقى من الكبده اللي في السوق بقى. لا لا لا، واخد بالك انت والكلام اللي بيتقال ده. فكبده الفراخ اضمن. أكيد طبعا كده. كبدة الفراخ أضمن، وفي نفس الوقت الكبدة لما تكون قدامي ومطبوحة قدامي ببقى أنا على الأقل عارف أنا هاكل إيه. وطريقة البطة بسم الله ما شاء الله جميلة جميلة، أنا ما بعملهوش كده صراحة، الطريقة دي هبقى أعملها بيها بإذن الله. أنت ممكن كمان تعمليه تسلقيه الأول وبعد كده تحطيه على ال لا انا عارف الطريق. يا جلال بعمل ايه، بدخل الفرخه في صينيه، قصدي البطه، تنزل كل الدسم في الفرن. ما هي بصي نزلت الدسم، وعايز بقى اوري حضرتك حاجه. تنزل كل دسمها وبعد كده بقى اتعامل معاه سواء شوربه او اي حاجه. بالظبط. بس ما شاء الله استوت وجميل. الحمد لله. تسلم ايديك. لا وما بنعملش كمان حاجه ندخلها قبل الحلقه او قبل الفرن. لا والله تسلم ايديك، الاكل مشهي وجميل. بصي بقى البصل ده عايز اقول لك ان هو طعمه تحفه اللي احنا حطيناه. والبرتقال اصلا لا ده البرتقال كمان راح واستوى. مرضى السكر البصل حلو جدا اكل البصل والحاجات دي. فانا لما بعمل شوربه بحاول احط كام بصلايه كده واكلهم، اقول برضو ايه مفيد لمرضى السكر اكيد. طبعا ربنا يشفيكي ويعافيك يا رب. ربنا يخليك.
الله يخليك يا اكرم، تسلم، وتحياتي لكل الكاست وكل القناه الجميله المحترمه. ربنا يخليك يا اكرم. وطلعت اللي بيرد علينا بقى استاذ طلعت مخرجنا الجميل، واستاذ احمد هو اللي احمد تحياتي للاخراج والله، واستاذ احمد هو الاعداد اللي بيرد على حضرتك. استاذ احمد ده بقى يعني ما شاء الله عليه، ربنا يخليك، ربنا يكرمك ان شاء الله. تبقى بص بقى اعمل لي رز بالخلطه. عيني حاضر، هعمله لك غريبه شويه، هعمل لك الرز بالخلطه مع الديك الرومي. انت عارفه حضرتك الديك الرومي بيتاكل في راس السنه. طيبين، انا كنت فاكره اقول لكم بقى ان شاء الله تدخل علينا بقى 2018 ان شاء الله باذن الله، تخش علينا بسعاده وبخير وصحه، وتكون مصر في امان دايما يا رب. امين يا رب. وينصر الشعب الفلسطيني ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. مع الف سلامه يا فندم. في الوقت ده احنا بنبتدي نحط عصير الليمون بتاعنا شويه صغيرين قوي، وببتدي اقلب. اول ما احس ان الكبده خلاص ما اقلقش منها ان انا اقلبها مرتين ثلاثه، وهحط الثوم. الكبده بتحب الثوم، احط الثوم بتاعنا بالشكل ده. بعد الثوم احط حاجه حلوه قوي، الكزبره الناشفه. مهم اول خطوات دي هتحسوا بطعم الاكل. الكمون اخر حاجه علشان ما يمررش، واقلب بالشكل ده. سيبها تستوي. تعالوا نشيل ده، مش محتاجين غير شويه دبس الرمان دول، نشيل دول. خلي دول هنا، دول كده هنا. كزبره الخضراء ممكن نحط عليها شويه كزبره خضراء مع البط والشعريه، وبقيت الكزبره الخضراء دي هنحطها مع الكبده. تعالوا نعمل اخر حاجه، بما ان احنا النهارده يومنا يوم عزومات، بس نطلع فاصل وهخليكوا تاكلوا نوع سلطه حلو قوي ويجنن. نطلع فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل. هنعمل سلطه حلوه قوي، سلطه الفتوش. سلطه الفتوش هنعملها بطريقه جديده وبطريقه مختلفه. احنا دايما بنحط العيش بنقطعه ونفرمه او ونقليه، النهارده هنعمله بالطريقه دي. هنحط الفتوش نفسه في قلب العيش، بس تعالوا بقى ايه، طريقه بسيطه جدا، تشك كويس. بما ان احنا النهارده اليوم بتاعنا يوم عزومات، هنحط دي كده كمان اهو بالشكل ده، هنقوم قافلين كده. هيتحط في الفرن شويه صغيرين قوي اهو، يا دوب ياخد نفس الشكل بتاع الكب ده، شايفينه حضراتكم. ناخد كمان واحد يلا، ناخد كمان واحد كده. تعالوا هنحطه في قلب الفرن بالشكل ده، وكمان الاثنين دول. ما بياخدش وقت كتير، وفي نفس الوقت ما فيهوش زيت كتير. الفتوش بتاعتنا، تعالوا نقول المقادير بتاعتها بسرعه كده: طماطم مكعبات، بصل، خيار، بقدونس، فص ثوم، عيش شامي متحمر في قلب الفرن، ملح وفلفل اسود، عصير ليمون، كمون، واهم حاجه في الفتوش السماء. مهم قوي السماء. ممكن احط الخيار كده بالشكل ده، الفلفل الاحمر، الطماطم، الفلفل الاخضر. ما قطعتش البصل مكعبات علشان اقدر لما اجي اكله وما يبقاش ياذيني. شويه ثوم
الملح، مش كتير، شويه فلفل صغيرين، شويه سماق كتير، ممكن احط شويه كزبره، بما ان الاكله دي فيها خضار كتير فهي غنيه بالاملاح المعدنيه والفيتامينز وكل كده. المحتوى بتاعنا كله كامل كربوهيدرات وبروتين ونفس الوقت فيتامينز. حط عليها شويه دبس رمان بالشكل ده، شويه صغيرين، عصير الليمون. نبص على عيش الفتوش وصل لايه. لسه شويه نقلب ده اهو. ممكن نحط عليها ورقه نعناع، ورق نعناع، شويه كزبره، ممكن نحط عليها كمان فجل احمر زي ما حضراتكم تحبوا. تعالوا كمان نغرف نبص على الكبده بتاعتنا. الله، الكبده بتاعتنا نحط عليها الدبس الرمان، اهم حاجه اللي هي اساس الكبده بتاعتنا. بصوا الكبده اهي. حلو بقى من غير زيت، يلا بقى. ده مش اوعوا ترموا ده، اوعوا ترموا ده، نستخدمه في حاجه ثانيه. بصوا تعالوا اقول لكم نغرفها ازاي. يلا بسم الله اهي. حط هنا كمان شوية صوص، شوية صوص هنا هنا هنا. طيب الحاجات اللي هي وقعت من هنا دي هنجيب طبق تاني علشان يبقى شكله أفضل، علشان الحاجات اللي وقعت الشكل ده، الشكل ده، والشكل الجميل بتاعنا ده. نحط ده ننقله هنا، نشيل ده، فاضل الكبده بتاعتنا. تعالوا نغرفها بالشكل الجميل ده بالصوص بالريحه الحلوه. تعال يلا بسم الله اهو هنا كده. شيل دي، اهم حاجه الكزبره، الكزبره الجميله. تعالوا بقى ننقل ده كمان هنا. وزي ما حضراتكم شايفين كانت اكلتنا النهارده غنيه بالبروتين والنشويات والفيتامينز. عملنا سلطه الفتوش وبطريقه جديده ومختلفه، وقدمناها بطريقه العيش المختلف، وكان عملنا كمان البط بعصير الليمون، عصير البرتقال والعسل الابيض والمستردة، وعملنا كمان الكبده بدبس الرمان، والشعريه قدمناها مع البط بشكل جديد وبشكل مختلف. اتمنى يكون اكلنا عجبكم، واشوفكم الحلقه اللي جايه. مع الف سلامه.